أهلا بكم في ترند. نشر الحساب الرسمي على إنستغرام لوزارة التربية والتعليم مقاطع مصورة تتضمن إشادة الطلبة والمعلمين بمضامين الكلمة السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي أكد فيها جلالته دعمه الكبير للمسيرة التعليمية وتقديره لجميع منتسبيها. المعلمون والطلبة أشادوا بكلمة جلالته التي غمرت شعب البحرين بمشاعر الفرح والإطمئنان في ظل الظروف الحالية، والتي انعكست إيجاباً على مخرجات التعليم محلياً إقليمياً ودولياً. أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على كلمته السامية ودعمه اللامحدود لنا نحن الطلبة. كانت معكم الطالبة مرام السيد جليل من مراسل المدارس. كلمات صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله أكبر دافع لنا كهيئة تعليمية، بل أكثر من الطلبة، حيث يدل تفاعل الطلبة على نجاح واستمرارية التعلم عن بعد، واستمرار التعليم في هذه الظروف أكبر دليل على أن البحرين قادرة بشعبها ومستعدة دائما لمواجهة الصعوبات والتحديات. لقد تشرفنا جميعا بالكلمة السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي اختص بها الطاقم التعليمي والإداري، ونحن بدورنا نعرب عن شكرنا وتقديرنا العميقين لجلالته لدعمه الدائم والمستمر. أشكر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأثمن له اللفتة الكريمة لرفع المعنويات للطلبة والمعلمين والمعلمات، خصوصا في هذه الفترة الحرجة في جائحة وباء كورونا. ويطيب لي أن أشكر فريق البحرين بقيادة ولي عهده الشيخ سلمان بن حمد ولجميع منتسبي وزارة التربية والتعليم قيادة ومعلمين لسير العملية التعليمية لأكمل وجه. وأثبت وأقول ما قاله الملك، إنكم ستحققون النتائج المرجوة أيها الطلبة والطالبات. دعت هيئة البحرين للثقافة والأثار متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في مبادرة التحدي رسوم وأيام عشرة، التي تقوم فكرتها على نشر 10 صور مختلفة بشكل يومي لها صلة بالتراث البحريني، وعلى المشارك إعادة تحويل الصورة إلى عمل فني على طريقته الخاصة. كما نشرت الهيئة عدة شروط للمشاركة في التحدي على حسابها في إنستغرام كالتشر. نشر الحساب الرسمي للاتحاد البحريني لكرة القدم على إنستغرام الحصص التدريبية التي دشنها لاعبو منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عن بعد تحت إشراف ومتابعة الجهازين الفني والإداري للمنتخب، وذلك تماشيا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها مملكة البحرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ووضع الجهاز الفني للمنتخب الأول برنامجا خاصا للاعبين للتدرب عن بعد كلا في منزله خلال فترة التوقف الحالية، استثمارا للوقت وحفاظا على المعدل اللياقي والجاهزية البدنية، مع تعليمات حول نظام التغذية مع فترة توقف النشاط الكروي. That's all for today, guys. Good work. Okay, stay at home, stay safe, huh? Bye then. في محاولة لمساعدة الصم والضعاف السمع على التواصل مع بعضهم البعض في ظل انتشار فيروس كورونا، تقدمت طالبة أمريكية بلفتة إنسانية بابتكار كمامات شفافة. وقد قررت أشلي لورنس 21 عام من ولاية كنتاكي الأمريكية بمساعدة والدتها صناعة أقنعة شفافة لمساعدة الأشخاص الذين لا يعرفون لغة الإشارة ويعتمدون على تعابير الوجه وقراءة الشفافة لفهم المعاني. ولجأت الطالبة إلى صناعة الأقنعة بواسطة قطعة قماش والورق الشفاف. ربما يرى البعض أن الاحتفال بعيد ميلاده بمفرده بسبب
فرض الحجر المنزلي غير مبهج، على عكس الجدة نورما جورجيو التي بلغت 88 عام والتي لا تجد بأن الاحتفال بشكل منفرد أمر محزن أو ممل. فعندما تلقت كعكة من عائلتها أضاءت الشموع وغنت عيد ميلاد سعيد لي وأرسلت لعائلتها الفيديو عبر البريد الإلكتروني، فيما قامت حفيدتها بنشر المقطع على تيك توك، ولم تتوقع بأن تبلغ مشاهداته 9 ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع. And nobody can come to see me, but I already got gifts and things to remind me that it's my special day. Oof, almost burned my finger. To remind me that it's my special day. And cards. And it's a beautiful day. And I got this cake, it's a flower cake. See, it's beautiful. Let me show you. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, dear Norma. Happy birthday to me. Yay! Make a wish, make a wish. All right. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. نلقاكم باكر وحلقة جديدة من ترند. إلى اللقاء.